هذا سائل يقول: إنه يعيش في بلدة وأهله وأولاده في بلدة أخرى، ولا يراهم إلا كل أربعاء وخميس وجمعة، فهل عليه إثم خصوصا في قضية تربيتهم وعدم حصولهم على التربية الكافية؟ إن حصل أنك تأخذهم معك وتسكنهم معك في البلد الذي تعمل فيه وتربيهم، هذا واجب عليك، وإذا لم يتيسر هذا فإنك تتركهم في بلدهم وأنت تذهب لطلب الرزق، ولكن تراسلهم تأتيهم ما بين كل حين وآخر تأتيهم، وأيضا إن كان لك قريب من إخوانك أو من أعمامك أو من أقاربك توصيه عليهم، يراعيهم ويراقبهم في غيابك.